اولا هذه اول مره ونعتبرها يعني مرحله تاريخيه فيما يخص الكورسا. الاستراتيجيه تاع وزاره الفلاحه هي تشيد برنامج الحكومه وتشيد برنامج رئيس الجمهوريه. واش من هو البرنامج؟ اولا نشوفوا واش هما المواد اللي عندها وزن ثقيل في لابالونس دي بايمون تاعنا. الشعب اللي عندها او المواد اللي عندها وزن ثقيل هي لي تورتو والزيوت. اذا جينا بالبرنامج هذا ما فيش غير الكوزا ان شاء الله، حيكون فيه برنامج تاع المايس، حيكون فيه برامج اخرى. اليوم شفنا في الميدان والمؤشرات على مستوى الوطن وين سطرنا هدف تاع 3000 قطار لسنة 2021، رانا جسدناه وأكثر من هذا الشيء في 2020. أكثر من هذا الشيء ما قلناش نديرو إلا يعني لاكرين تاع الكولزا برك سيتوني بريد. قلنا لازم نرافق البرنامج هذا ببرنامج بذور تاع الكولزا، وحققنا أكثر من 900 هكتار تاع البذور على مستوى المزارع النموذجية، ماشي غير في كالما، على مستوى بعض الولايات في الوطن. وهذه البذور هذه راح تسمح لنا أضعف الإيمان تكون عندنا قدرات لنحققوا العام الجاي إن شاء الله أكثر من 100,000 هكتار. وهذه هي استراتيجية وزارة الفلاحة، وهذه هي وهذا هو برنامج الحكومة: تقليص الاستيراد، ترشيد النفقات العمومية، وتشجيع الاستثمار المهيكل. هذه بداية لتسديد ورقة الطريق، مؤشرة خير، وإن شاء الله نكمل فيها لتخص الشعوب الأخرى.